أخرج البخاري ومسلم أن قتادة أخبره أنس رضي الله عنه قال: حدثنا أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. وقال هنا ناصاً على زمن هذه العمر، متى؟ قال: بصيغة التأكيد التي للعموم كلهن في ذي القعدة واستثنى إلا التي مع حجته، لأنها وقعت زمن الحج في شهر ذي الحجة. إذن ثلاث عمر منه عليه الصلاة والسلام وقعت في شهر ذي القعدة. قال: كلهن في ذي القعدة. وكرر عليه الصلاة والسلام إيقاع العمرة في شهر ذي القعدة، لما؟ ليدحض عليه الصلاة والسلام تلك الأوهام والعقيدة الفاسدة عند الكفار من أنهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، لأن ذي القعدة من أشهر الحج، شوال وذو القعدة وذو الحجة على قول، أو عشر ذي الحجة. المهم، لكي يدحض ويزيل عليه الصلاة والسلام ما ترسب في أذهانهم، وهذا إن دل يدل على فضيلة إيقاع العمرة في أشهر الحج. وأعظم أشهر الحج إيقاعا للعمرة في ذي القعدة لفعله عليه الصلاة والسلام. فإذن من السنة متى ما تيسر له أن يفعل عمرة في ذي القعدة، لأن كثيرا من الناس يعرف فضيلة عمرة في رمضان، لكن كثير لا يعرف فضيلة العمرة في أشهر الحج ولا سيما في شهر ذي القعدة. فمن تيسر له أن يؤديها ففيها فضل، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه استمر وتكرر منه ذلك، وأيضا لمخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية من قولهم من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور.